شاهد تصريحات يورجن كلوب النارية بعد مباراة ليفربول وليون اليوم. حكيم زياش يعلق لأول مرة على تأهل المنتخب المغربي على نصف نهائي بفضل محمد صلاح. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. شاهد تصريحات يورجن كلوب النارية بعد مباراة ليفربول وليون اليوم. منح القدر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزية فرصة جديدة لتنفيذ وعده لصديقه الكرواتي ديان لوفرين. وكان ديان لوفرين مدافع منتخب كرواتيا أكد في وقت سابق أن محمد صلاح سيتواجد في قطر خلال الفترة المقبلة لدعمه في بطولة كأس العالم. وقال لوفرين في تصريحات صحفية: محمد صلاح سيأتي إلى قطر وسيشجعني، من الجيد سمع ذلك، أنا حزين أنه لم يتأهل، ولقد كان قريبا جدا من التأهل، ولكن كان ماني أفضل، وواصل. محمد صلاح قال لي أنه سيأتي إلى قطر بعالم كرواتيا. وتربط علاقة صداقة جيدة بين محمد صلاح والدولي الكرواتي لوفرين عندما تزاملا في فريق ليفربول الإنجليزية، وتأهل منتخب كرواتيا لنصف نهائي كأس العالم بعد الفوز على البرازيل بركلة الترجيح أمس الجمعة عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدف لمثله. ويلتقي منتخب كرواتيا مع الأرجنتين الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس العالم. حكيم زياش يعلق لأول مرة على تأهل المنتخب المغربي على النصف النهائي بفضل محمد صلاح. شارك النجم العالمي محمد صلاح جمهوره بصورة جديدة له نشرها عبر صفحة رسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام. وتألق صلاح بإطلالة صيفية ظهر فيها وهو يستمتع بمشروبه ومرتديا بنطالا باللون الأحمر وعاري الجسد، وأنالت صورته تفاعلا كبيرا من متابعيه. ووصلت بعثة ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح إلى دبي في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء استعدادا للمشاركة في بطولة كأس سوبر دبي قبل استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهدت قائمة ليفربول تواجد محمد صلاح، بينما يغيب بعض نجوم الريدز بسبب مشاركته مع منتخبات بلادهم في كأس العالم قطر. ومن المقرر أن يواجه ليفربول في بطولة كأس سوبر دبي ليون الفرنسية وميلان بطل الدوري الإيطالي يومي 11 و16 من ديسمبر الجاري. وجاءت قائمة ليفربول كالتالي: حراسة المرمى أدريان كيلهير ومرزيك وبيتالوكا، أما في خط الدفاع بن ديفيس وتسميكاس كالفين رامزي روبرتسون بياتيتش فيليبس ماتيب جوميز تشامبرز كونسا، أما في خط الوسط تشامبرلين وكورتس جونز وجيمس ميلنر واليوت وجوردان ونبي كيتا وأرثر وتياغو ألكانتارا وكلاكا وجيكين وكورنز، أما في خط الهجوم محمد صلاح وكارافاليو وغوتا ولوسي دياز وفيرمين وستيوارت وبندوك. شاهد تصريحات حكيم زياش عن محمد صلاح ومنتخب مصر بعد مباراة المغرب. خاض النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزية تحديا من نوع آخر أمام مدرب الفريق يورجن كلوب في لعبة البادل بمدينة دبي الإماراتية. وتألق صلاح إلى جانب تياغو ألكانتارا زميله بصفوف الريدز أمام كلوب وبلندرز المدرب المساعد للفريق. وأظهر صلاح في لعبة البادل مهارة كبيرة وفقا لروسيا اليوم، وحاول الفوز أمام مدربيه حيث أبرز الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع تويتر: ويسعد ليفربول لمواجهة كل من أولمبيك ليون وإيس ميلان الإيطالي ضمن منافسات كأس السوبر بدبي الودية 11 و16 من ديسمبر قبل أن يلتقي مانشستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم 22 من الشهر نفسه. وقام محمد بركات لاعب النادي الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة نادي الاتحاد المصري لكرة القدم بالرد على حقيقة تخاذل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزية ومنتخب مصر في بعض مباريات المنتخب الوطني. وقال محمد بركات في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج حبر سري: محمد صلاح يقدم أفضل ما لديه مع المنتخب، فهو يمتلك شخصية قيادية داخل الملعب وخارجه، ويقدم المساعدة والمساندة لكافة اللاعبين. شاهد ماذا قال برونو فرنانديز عن محمد صلاح وليفربول بعد مباراة اليوم. قال محمد بركات لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق وعضو مجلس اتحاد الكرة: أن النجم الدولي محمد صلاح يؤدي بقوة في المنتخب ويحاول تقديم كل ما يستطيع عليه، قائلا: صلاح مش بيخاف على رجله من المنتخب، وأنا عارف دوره كويس في المنتخب. وأضاف بركات في لقاء ببرنامج حبر سري:
مع الإعلامية أسماء إبراهيم على قناة القاهر والناس أن محمد صلاح دام الحديث مع لاعبي المنتخب وخاصة صغار السن منهم خلال انضمام لمعسكر المنتخب، مؤكدا أنه وضع شخصية له في المنتخب، وتابع: أنا عارف دور محمد صلاح في المنتخب، وهو من الناس اللي حط شخصية داخل الملعب وبيشتغل على نفسه في تطور مستمر، وهو يفضل يشتغل على نفسه لحد ما يبقى أحسن لاعب في العالم، مؤكدا أن صلاح سيحصل على أحسن لاعب في العالم بما يقدمه من تطور مستمر واجتهاد على نفسه. محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي تألق في لعبة البادل، وذلك بعد مباراة خاضها مع مدربه الألماني يورغن كلوب على هامش معسكر الفريق في دبي استعدادا لخوض بطولة سوبر دبي الودية. الصفحة الرسمية للنادي الإنجليزي على موقع التدوينات القصيرة تويتر نشرت فيديو مباراة جمعت فريق محمد صلاح والإسباني تياغو ألكانتارا أمام الألماني يورغن كلوب ومساعده بلندريز في تدريبات الفريق، واستحسن الجمهور المباراة التي جمعت صلاح مع تياغو أمام مدربيهما مع إشادة لاعب الوسط الإسباني بما يقدمه زميله في الفريق في هذه المباراة الترفيهية. شاهد ماذا قال في قصة فينيسيوس جونيور ونيمار دا سيلفا عن اتصال محمد صلاح بهم. تحفل قائمة منتخب المغرب بالعديد من النجوم المحترفين في المسابقات الأوروبية، إلا أن تألق عناصر أخرى خلال كأس العالم 2022 قد يفتح أمامهم بوابات المجد، وبخلاف حكيم زياش وأشرف حكيمي ونصير مزراوي وسيم بونو والذين يعدون الأسماء الرئيسية في قائمة منتخب المغرب من حيث النجومية، ظهرت بعض الأسماء الأخرى التي تقدم أداء لامعا لفت أنظار كل المتابعين، وعلى رأس هؤلاء سفيان مرابط لاعب ارتكاز فريق فيورتينا الإيطالية. ويقدم نجم منتخب المغرب أداء هائلا في كأس العالم 2022 المقام حاليا بقطر، ووصل الأداء إلى قمته في مباراة أسود الأطلس التاريخية أمام المنتخب الإسباني والتي تأهلوا خلالها إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب عدم فوز البرتغال على المغرب؟ لا تنسوا أن تشاركونا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا، وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.